لا ما هو انت مش عشان مراتك معكنين عليك ومنكده عليك هقضيها انا بقى كل يوم انا اللي اطبخ، في ايه لازم تمد ايدك معايا كده؟ شكلك عشمان. لا يا حبيبي، انا في بيتنا باشا، ما بديش ايدي على حاجه، لا بشيل ولا بحط. والله انا عرفت بقى النهارده ليه مراتك بتنكد عليك وبتعكن. امسك دي كده يا باشا، انا خرطها بعد اذنك. لا يا حبيبي، انا اكل وبس. بجد؟ والله والله مراتك عندها حق يا ابني، هو في ستات كده غاوي عكننه؟ في ستات كده، ده كل الستات بتحب العكننه زي عينيها. اهلا اهلا، صباح الجمال. جيت في وقتك، دايما ظابط ساعتك. ايوه، امال ايه؟ الباشا بعد ما خلص الاكل نظف الحمامات ويكنس الاوضه وبعت الاولاد والمدام من النادي وبسيب لي المفتاح عند البواب. مش عايز نحميك بالمره؟ لا بالليل. انت بقى تلبس كده يا باشا. الله ينور. سعاده الباشا حبيب قلبي. يلا شيل. طب مش كنا لفينا سجارتين قبل الاكل؟ يا عم سجارتين ايه؟ احنا عندنا الحركات على قدنا، خليهم بعد الاكل. تصدق عيب عليك. فعلا والله عيب عليك تتكلم في حاجه زي دي والبيت موجود. ايوه طبعا يا ابني، انا وش السعد عليك اصلا. تعالى. ايه الهبل ده بقى؟ منور يا فوزي يا ابن الفقريه. اه جيبها في وشي بقى يا جدعان. طب انت حاطط فين الكبريت والشمع فين؟ استنى يا عم، وانا شايف رجلي. استنى بدور على الموبايل. استنى يا واحد. يا جدعان، مين اللي في ايه؟ مين اللي واقف جنبي؟ انت شايف حاجه؟ ثواني، جيب الشمع فين؟ حطيت الشمع فين؟ ثانية واحدة، في صوت. يا محسن، مش عايزين قلق بقى في القعدة دي يا جماعة. في صوت. مش عايز هزار يا النبي. ثانية واحدة يا جماعة، في صوت. مين يا عم أنت؟ يا جماعة الباب بيتفتح. باب يا عم أنت؟ خيالات كلها. بس إيه اللي بره؟ مين أنت؟ لسه مغني؟ مين يا جدعان؟ لسه الشباب. خش خش خش. استنى استنى، هجيب لك. ماشي. مين على الباب؟ يا جدع انت مش عايزين هزار؟ يا جماعه في حد دخل من الباب والله؟ ما تعرفناش بقى. حط قلت انت وهو. انا انجي. ايه يا انجي ده؟ دخلت هنا ازاي؟ ايه رايك؟ حلو جدا جدا. ميرسي. هتعملي لي ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ اشتغلت بدري؟ امال انت قلتي لي اجيبلك الفستان ليه؟ عشان اشوف. وشفتيه؟ حلو جدا. عجبك؟ جدا. بصي يا هديل، ده ما فيهاش هزار، انت بتضيعي مستقبلي يا امي. يا هبله، انا هعمل لك فستان ما حصلش. ايوه، وهعمله لك بايديا دول. يا عينيا. والكوليه بتاعه كمان عندي. ميرسي يا روحة. ايه، ما وريتك حاجات ما شفتيهاش قبل كده ولا حلمت تشوفيها قبل كده. كمان بوس. اوكي، هاتي كمان بوس. استغفر الله العظيم، واحده متجوزه والتانيه مخطوبه، ليه كده يا جماعه؟ عيب عيب بس. يا فضحتي في بيتي وعلى كنبتي. استغفر الله استغفر الله. وانت دورك ايه في الموضوع؟ لا انا ما كنتش اعرف، لو اعرف كنت قعدت وسطهم. انتوا عيال واطيه وولاد الادب على فكره. بقول لكم ايه، البنت قايله تليفونها مقفول، انا اتصلت بيها. يا مالها بتعمل ايه؟ بتصور اعلان، وقالت لي هتخلصه وهتكلمني او هتعدي عليك. تلاقيها روحت نامت، ما انا عارفاها خم نوم. مظبوط. طب لما تبقى تفوق من النوم ركزي في الفستان. ايه نمتي؟ ايوه يا باشا. ايوه مش امشي. مش طالعه كده. مع السلامه. يعني امشي يعني؟ بيتكم. مع السلامه. طب يعني حضرتك يعني ممكن رقم المحضر يعني عشان اكلم محامي؟ انت يا بنتي ليه مصرت تحبسي؟ مفيش محاضر، مفيش واحد من الكبار وصى عليكي. مع السلامه. بس ما تقيش تحط حشيش تاني في شنطتك. ربنا يخليك. سعاده الباشا، مع السلامه. والله العظيم انا قلت عليك سامح. وشك بيقول ان انت راجل محترم وسامح، والله العظيم. طب يعني بعد اذن سعادتك، يعني بعد اذنك، يعني لو ينفع يعني حضرتك تقولي مين اللي وصى عليا. هو قال لي ما اقولكيش، هو اللي هيبلغ بنفسه. مع السلامه. ماشي يا سعاده الباشا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا باشا. سوري ده مش بتاعي. سوري يا باشا. السلام عليكم. بصي يا باشا.
هتقعدوا معايا امتى وهو وحشتوني؟ حبيبتي وانت كمان والله وحشتينا، بس الواد ده مشيلنا 10 من المره اللي فاتت، هردها له دي. ما شاء الله هو البطل زي ما هو بالظبط. بس يا ابني وطي صوتك انت وهو، مش عايزين صداع. ما تغيروش خالص. والله ليك وحشه يا انجي. انت كمان وحشتني. ايه اخبارك؟ جايه اجازه كام يوم؟ لا انا مش راجعه. ايه ده سبت الشغل؟ غربه برضو هناك، يعني في مصر كنت مرتاحه اكتر، غير حالاتهم طويله قوي هناك. شوف بقى شغل في شركه سياحه ولا حاجه. يعني مش حاطيني تاني؟ لا خلاص مفيش طيران. طب خدي بقى السيجاره دي، حطها لك طيران ما طيرتهوش قبل كده. ايوه بقى. اخبار مرتضى ايه؟ ايه العكينه دي؟ ليه يا بنتي انا عايز اطمن عليكي؟ ابدا، عايز يرجع لي زي ما هو. طب وانتي عايز ترجعي لي ولا لا؟ اكيد لا، مرتضى ده اكبر غلطه في حياتي، الحمد لله انه طلقني. طب هو مش هيطردك لما يعرف انك جيتي مصر؟ انت عارف ان انا نقطه ضعف، فانا هو مش عارف اني في مصر اصلا. ربنا معاكي. بعدين انا ورايا رجاله ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه ده بجد؟ كده؟ بهرج معاكي. طب وانت بقى عامل ايه؟ مش مبسوط. شكلك كده، شكلك متغير. هديل كويسه؟ هي هديل كويسة طول ما هي لوحدها. معنى ايه؟ مش فاهم. يعني طول ما هي لوحدها وانا لوحدي كويسين، لو بنقعد مع بعض لازم نتخانق. ما ده طبيعي، يعني ان كل واحد كل اسبوع يخرج مع اصحابه. احنا بقى بنعمل العكس، بنقعد مع بعض يوم واحد في الاسبوع، وبقيت الاسبوع كل واحد مع اصحابه. حتى اليوم اللي بنقعده مع بعض بنتخانق فيه. اوعى تقولي انك هتطلق. ليه يا بنتي هطلق ايه؟ انت عارف ان انا بحب هديل. هي كمان بتحبك جدا. انا فاكره ان احنا كنا في المدرسه مع بعض، ما كناش صحاب يعني، بس يعني كل المدرسه كانت عارفه انها بتحبك. يمكن يا انجي عشان حكايه تاخير الخلفه دي بقت هي معايا كده. بالعكس، الواحده لما بتتاخر في الخلفه بتهتم بالراجل بتاعها اكتر. اكيد في حاجه تانية. مش عارف، يعني الحياه كده بقت شويه ملل. لا وحياتك، مش دي بس، كل حاجه. لا، الفطور والملل لما بيدخل السرير بيبقى زي السرطان. يا بنتي بتجيبي الكلام ده منين؟ سيبك مني انا، الموضوع عندك انت. انت هتعملي زيها ولا ايه؟ لا بجد، الموضوع عندك انت، حركها، اكسفها قدام نفسها. لا بتتكسف قدام نفسها ولا قدام اي حد؟ لا، حاول مره واثنين وثلاثه تتحرك. طب وانا مين اللي حركني؟ ده دورك مش دورها. انا اللي كنت بقول عليك عقله وبتفهمي؟ عايز اقول لك حاجه، خلي بالك، املى دماغها بدل ما حد يجي تاني يملى دماغها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده انجي؟ مال ده باللي انا بقوله؟ انا بقول لك انا ست وانا عارفه، املى دماغها بسرعه. طب انا عايزه اقول لك حاجه، مش بالنوم يعني، يعني مرتضى كان معايا كل يوم، عمل ايه؟ ولا ملى دماغي ولا نيله. اناني، ما بيفكرش غير في نفسه، وعكنانه وزعيق وقله ادب. انت بتمخني نفسك على فكره. انت اللي مش عارف الست بتفكر ازاي. الملل لما بيدخل العلاقه بتبقى مش ضعيفه، بتبقى مهلهله. اي حد هيجي يملى دماغك، خلي بالك. ربنا يسهل. بس يا سيدي كده احنا خالصين، 10 ب 10. انت بتخم على فكره. ادي الرجاله والوكسه اللي احنا فيها. هي بتيجي في الاعلان ده وانا هقعد استناه في التلفزيون لما يبقى يجي. ايه الملل ده؟ هات يا بنتي الايباد خليها توريوني على الانترنت. ايه الفخاخه دي؟ ما هو لو موجوده على النت كنت جبتها، هي ما بتجيش الا في الاعلان ده. يعني خطوبتك دي هتفضلي قرفانه بيها كتير؟ هانت يا بنتي خلاص، هما يومين ثلاثه ونخلص. صبر يا رب. اتنين يوم بس، اتنين يوم. طب يا جماعه انا كنت جايلكم في موضوع مهم. ايه؟ ده على فكره ما تقلقيش، هعمل لك ايه؟ انا النهارده جالي واحد الشغل. بص نايس، اوكي، انترستنج. قعدنا اتكلمنا كتير قوي في حاجات ملهاش علاقه بالشغل. وبعد ما مشي كلمنا في التليفون مثلا 3 ساعات. سؤال فني، اتجوز؟ اه. احنا مالنا يا بنتي؟ هي هتتجوزه؟ كملي. المهم، اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ صح في ايه وغلط في ايه؟ يعني ايه يا بنت؟ بقولك بتكلم مع راجل. ايه هدي؟ صداقة قديمة قوي. قديمة يا بنت؟ أنا متجوزة، أنا مش سنجل. يا دي النيلة، أنا متجوزة حبيبتي. وإيه المشكلة؟ أنت ما بتعمليش حاجة غلط. أنت تقبلي إن جوزك يكون له أنتيمة ويكلمها عادي؟
سيف ما عندوش قدي، وبعدين يعني حتى لو كان عنده عادي. السؤال اللي انت سألتيه غلط، ما يتسألش كده. السؤال هنا، هل سيف يقبل ان يكون لك انت انتيم؟ مش لازم يعرف. نعم، ما هي مش هتكذب. ما قلتش تكذب، بس مش هتقول. يعني هتكذب؟ لا مش هتكذب، مش هتقول له. ما اعتقدش ان سيف من الرجاله اللي ممكن تستوعب حاجه زي كده. الحاجات دي ما فيهاش لون رمادي، يعني يا ابيض يا اسود. وانا بشوف ان علاقه الصداقه بين راجل وست دي ما بتكملش على طول الصداقه، ها في النص بيحصل حاجات كده مش مظبوطه. اه ايه الهبل ده يا جان؟ ده كلام امك وانت في الجامعه. عايزه تقنعيني ان انت ما عندكيش علاقات مع رجاله في شغلك مثلا؟ اديكي قلتي في الشغل، يعني كلها علاقات ليها هدف. طب ما دي علاقه ليها هدف، هي محتاجه حد يسمعها. امال احنا بنعمل مع بعض ايه يا ساره؟ احنا بنسمع بعض ولا ايه؟ لا يا جو، الست والراجل لما يكون في بينهم صداقه في وجهه نظر استحاله تقدري تعرفيها غير من الراجل، والعكس صحيح طبعا. طب انت ليه مش مصاحبه؟ انا عندي اصدقاء واصحاب عادي. شفتي؟ انت اللي متخلفه. بس مش هضحك عليكي، طالما حاجه ابويا ما يقدرش يستوعبها تبقى بالنسبه لي غلط. ايوه بس انت باباكي ليه وضع خاص، انا ابويا مثلا عادي جدا يعرف ان انا عندي اصحاب ولاد. مش فاهمه قصدك. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان كل واحد فينا ليه تربيه مختلفه، وبعدين انت نفسك قلتي بعضمه لسانك لطارق خلينا اصحاب احسن. صح، انا قلت كده لطارق لاني عارفه ان العلاقه دي ممكن ما تكملش، فانا مجبره اقول كده، مع اني بتمنى غير كده خالص، بس عشان ابويا الوضع خاص. في ايه يا هبه؟ الله، وانا كل يومين ازعل حد منكم؟ والله العظيم انا ما اقصدش، انت عارفه انا بحبك قد ايه عبيطه انت، انت عارفاني كويس. بقول لك ايه؟ انت على طول كده منكد علينا عشان تبقي فاهمه. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. سيبكوا تتكلموا وتنكدوا على بعض لما نكدتوا عليا وانا كنت مبسوطه. يا ساتر يا رب عليكوا. انا اسفه بقى. ايه ده ده سيف؟ نايس. تعالي هنا. امال انت عماله تساليه لما هو اتنكد؟ هيقفل وما ردش. وادي كده حقيقي نايس. في دم. البنت دي ما عندهاش دم على فكره. في ايه؟ مجنونه. انت بيها. انت ما عندكيش دم. هديل تعبانه جدا مع جوزها. خليها تفك على نفسها شويه يا شيخه. ما فينا مش تعبان. كلنا تعبانين. لا ما خلاص بقى. خلاص. هتحددي انت كمان. على فكره افكارك دي هتودي هديل في داهيه. ايوه انت فين؟ انا في الطريق اهو. طب انجز عشان انا خلصت. 3 دقايق. طيب باي. لو بكلم السواح هكلمه احسن من كده. شيخ روحي. ايه ده؟ علو علو الاغنيه دي جديده. ايه؟ اغنيه جديده. ايه ده؟ جديده؟ ده اسم ايه عليه؟ يا بنتي تلاقيها بتاع اغنيه قديمه ولا حاجه. لا دي جديده مكتوب عليها اكسكلوزيف. اه عشان كده كانت مختفيه. بس حلوه. هديل هديل تعالي. هديل تعالي تعالي عشان الاسم هانكلايز. عشان الهانكلايز. هانكلايز عايزك يا حياتي بسرعه. تعالي تعالي. خلصتي؟ اه طب اقعدي بسرعه. يا سارة انتي فين يا بنتي؟ ما انا
قلت لهديل ان انا كنت بصور فعليا وكده يعني، بقى لي يومين ما نمتش وتعبانه ويا دوبك لسه مخلصه. كله في الحكايه. مش فاهمه قصدك ايه. اغنيه جامده جدا. هي نزلت بعدين جامده منين؟ انت اصلا عرفتي ازاي؟ اسمك مكتوب عليها اول اسم زي ما تكون انت المنتجه. تمام. بقول لك يا ساره انا مخنوقه قوي، تعالوا اقعدوا معايا. حاضر حاضر. في ايه؟ مفيش. بقول لك مخنوقه. في ايه قولي لي. هتسيبه ولا لا؟ حاضر يا ماشي، مستنياكم. باي. ايوه بركات، انت ازاي تنزل اسمي على الاغنيه؟ وانا اللي قلت لما الاغنيه طلعت حلوه ومسخسخه قررت تسيبي اسمك. اسيب اسمي ازاي يعني؟ انت اللي نزلت اسمي. هو انا برضو اللي كنت في المونتاج يا برنسيسة. الله يخرب بيتك يا شيخ. ليه الغلط بس؟ الاغنيه مفخخه الدنيا، مكسره الوسط الفني. مش عايزه من وشك حاجه، وتفضل غور بقى عشان مش هشتغل معاك تاني. براحتك براحتك، بس انا هسيب لك الفلوس الاستوديو. استهدي بالله بس وتعالي، انا نويت اعمل جزء تاني من الاغنية بدل كله في الهنكاليز، هنخليها في الهنكاليز كله. بقولك ايه، هو انت اللي كلمت الظابط عشان خرجني من الاسم؟ ظابط مين واسم ايه يا استاذة؟ انت ضربة سجارتين ولا ايه؟ مشاكل بيتنا انا وامال، انت الوحيد اللي تقدر تحلها. يا رب لو اي حاجه وحشه انا بعملها ما بتعجبش امال خلينا بطلها، وحافظ على ابن ادم وحل السلام على بيتنا. امين. يا رب انت عارف ان انا ماليش ذنب في اي حاجه بتحصل، ولو انا بعمل اي حاجه وحشه خليني ابطلها. حافظ على ادم يا رب، وحافظ على صحته، عدل من افكار امجد الوحشه، ما تخليهوش يزعلني تاني يا رب. امين. يعني حتى في صلاتك مش قلقانه يا امل؟ يا حبيبي ده انا بصلي لك. ممكن بسالك على حاجه؟ اتفضلي. ممكن تقولي انت كنت بتبعت مسج لمين النهارده؟ بص يا امل، قومي هاتي ميه. هتقوم انت؟ اتشليت؟ اتشليت؟ ده انت لسه مصليه. ما انت لازم تراعيني عشان انا طول اليوم واقفه مع ادم. خلاص خلاص يا امال، معلش تعالى على نفسك، قومي هاتي الميه. ماشي حاضر. حبيبتي من الحنفية ولا من التلاجة؟ أي حاجة. اتفضل. هموت. ماكش يكبر بس. مش ملاحظة إنك بتنزلي كل يوم؟ كل يوم سهر وسارة؟ عادي يعني، دول صحباتي انا ما بعملش حاجة غلط. يعني عادي بالنسبة لك ان انا انزل كل يوم؟ اه عادي بالنسبة لي، ما انت بتعمل كده وبتنزل كل يوم فعلا وانا ما بكلمش. انا بنزل في الويك اند بس يا جماعة. يا دي الويك اند. على فكرة الناس عايشة عادي طبيعي طول الاسبوع، ما فيش اي مشكلة. بعدين ما تقلقش، حياتنا هتختلف بعد الجواز. تفتكري؟ اه افتكر. صحباتي هما اللي هيجولي البيت على طول، انا مش هروح. انا بهزر معاك. بعدين دول صحباتي يا عماد، بقالي 15 سنة ما شفتهمش. بس كل واحدة فيكوا يا جان كانت عايشة حياتها عادي. أيوة، بس احنا بجد فرقنا في حياة بعض لما اتقابلنا تاني. إنه مش فارق عليكي خالص. تصدق أنا غلطانة؟ أنا فعلا كان لازم أروح معاهم لآية البيت وما كنتش عبرتك. هما لسه رايحين لآية البيت؟ آه، آية تعبانة ومحتاجة لنا نكون جنبها. أوفر أوي أنتوا برضو. احنا برضو اللي أوفر.
قصدك ايه؟ ما اقصدش حاجه. المهم اعملي حسابك انك هتتعشى عندنا بكره. ليه؟ ليله العيد. احنا متفقين ليله العيد عندنا ويوم العيد عندكم. انا خطبت يوم العيد على فكره. الفرق؟ مش فاهم ايه المشكله. مش هينفع يجي. ايوه ليه؟ علشان هبقى محتاجه ارتاح. جن دي خطوبه مش جواز. انا مش عارفه اقول لك ايه. بجد عرفتني. انا مش عايزه احط ميك اب يا اخي، مش عايزه احط ميك اب وتاني يوم ارجع اشيل الميك اب تاني. هو في ايه بالظبط؟ من حق ارتاح وشي يرتاح شويه. اولا احترمي نفسك واتكلمي كويس. ثانيا ما تجيش وانت حاطه ميك اب. ماما عارفاك يا جان. مش جاي على فكره. انت اللي فيه ايه؟ مفيش حاجه بقولك عليها بتقولي حاضر؟ انا كده انا حره. طب دخلت إيه؟ قالين الحمد لله زرته وشفته. قعدتي هناك قد ايه؟ دي ساعتين كده فضلت قاعده مقطوعه في المكتب معرفش ايه اللي بيحصل لغايه ما الضابط الامور دخل عليا حط لي البطاقه وخرجني. قال ايه؟ بيقول ان في حد موصي عليا. مين ده؟ ما انا كنت فاكراه المنتج الزفت بتاع الكليب الزباله اللي انا عملته، بس ما طلعش اهو. طب وانت اللي كان موديكي الفندق اصلا؟ انا كنت رايح اخد فلوس الكلام بالزباله اللي انا عملته من المنتج في اللوب. يعني مش اعلان؟ صدقي ان انتي من جواكي يا حليم يا بنت. يعني انا ما صدقت انسى. يخرب بيت عقلك. خلاص لا نحتايه يعني. خلاص نحتايه وعدت ما فيهاش حاجه يعني. ماشي نحتايه خلاص اعترفت انها نحتايه. ما انا فعلا عملت الكليب عشان انا محتاجه فلوس مش عشان مقتنعه بيه. يلا ما لو كان حمزه الزفت هو كمان وافق ان هو يعمل برنامج كان زماني متستته ومتهننه ومتبهدله. اه والله صح. كنت زماني والله وحياه ربنا بدل البهدله دي وكنت زماني بعمل احسن برنامج وفي احسن قناه وقاعده كده. بنت الجنين انت مستنيه حد؟ حد جاي؟ بوليس. الهاب الهاب لازم تكبس عليك يعني. مش مستنيه حد. مين؟ انا جان. ادخلي يا اختي. ما تدخلي ما الباب مفتوح. يعني انا فيا حيل اقوم افتح واقفل. ايه ده؟ انت سامعه ايه؟ انت ايه ايه القرف ده؟ في ايه؟ مالك؟ حاسبك كده حاسبك كده. قلبي ابوسك كده ليه؟ لا انا بنتي عملتي ايه في الواد؟ كلتيه؟ بلاوات بلا زفت على عينيه. خناقتي معاه ونزل من العربيه. الله. ومبسوط. ونزل ليه؟ خناقتي ليه اصلا؟ عايز نتعشى عنده. اوبا والبيت فاضي بقى ولوحديكوا وتسقسوا دول الخاين الموجي مقطعت زرار القميص. دي حاجه عصفره. انت وش اسام خلاص اتعودتي على الموضوع ده خلاص. بتأدب. لا يا ستي احنا تعودنا ان احنا ليله العيد بنفطر عندهم وهم يوم العيد بيفطروا عندنا. بس انا ليله العيد دي خطوبتي. انت مش عايزه تنزلي عشان وشك يكون مرتاح في خطوبتك صح؟ حلوه بقينا نفهم اهو. بس البعيد التاني مش عايز يفهم وفاكر ان انا بغلس عليه. بس انا لو عايز اغلس عليه على فكره بغلس عليه بجد. في ايه يا ماما؟ على فكره هو مش مطلوب منه ان هو يفهم كل ده. يا ستي روحي شويه وخلاص. ايه المشكله يعني؟ عادي كبري دماغك. مش رايحه اصلا. انا مش رايحه. انا مش عايزه اروح على فكره. مش رايحه. اوكي فاتتك الليله الحمراء. ما تروحيش يا ماما. خش كان زمان مبسوطه اعملي شاور بدل اليوم اللي عديته. ما تقولي عشان احنا بنعمل بيت. يا بنت ده ايه اللي في الادب؟ روحي استحمي. على فكره انت ريحتك قرف. ها نايمه على الفرش البرغيه وقرف. قومي انا سايحه دماغي اساسا. دي ريحتك انت. قومي قومي حبيبي. يلا قومي روحي نلعب. احنا كنا في الادب. يلا 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 بالراحه يا عيال. انا اعصابي بايظه. خشي شربوكي القرف ده.
انا برضو يا بتاعت الخطوبه وال وانا رحت معاه في حته ماشي فاتك كتير برضو كان زمان جاي تحكي لنا بتعملي ايه كفاره يلا يا ولاد الذين اسمعوا عليهم هذيك صعبه عندك اتلحست انت صعبت عليا قوي اتبهدلت صح هي هديل فين لا انا قررت قرار ايه انا قررت طب ما تقولي لي هديل فين الاول راحت مشوار ما اعرفش هو فين بس انا قررت قرار اسمعوه ممكن انا هقطع علاقتي بيكوا شويه لازم اخد اجازه انا بجد اعصابي تعبت زهقتي مننا كفايه على فكره ان انت تقطعي علاقتي كتير انا مش قادره واضح ان احنا لما رجعنا نتكلم مع بعض تاني المشاكل كلها نازله على دماغنا ترف وبعدين على دماغي انا يعني مش كلها على دماغي انا نعم مش انا قابلت لي اكس كريم احلفي والله اركني بقى انتوا مبسوطين ليه كده اللي قاعد مهمه احلى حاجه في الموضوع ايه انه سمى بنته هبه الله على اسمي حبيبي يا رومانسي حساس قد ايه الواد ده اصيل فعلا وندل وحقير جدا اصيل وندل وحقير في نفس ذات الوقت انت بقى ايه مشكلتك يعني ما تتنيلي تروحي شويه بقى كده تنزلي تروحي تنامي وتعملي مساج وتعملي نتواياج وتعملي كل نفسك فيه انت ما عندكيش ده ليه كده ليه ما ينفعش اشوف عماد مرتين ليه يعني ليه اتعشى وتاني يوم اتخطب ليه طب انت مش عارفه عارفه انت بتتجوزيه ايوه ماشي يعني هتشوفيه كل يوم يعني هيبقى انت هنا اهو وهو هنا دلوقتي وضع مختلف خلاص امر واقع في حياتي انما دلوقتي عندي حق الاختيار لا معلش خلاص ربي هتعملي نص الليل هاتي هياخد اجازه خلاص بقى مش مشكله انت مش مصدقاكي يا سلام المهم افكر فيها براحتك لا لا الاوتيل احسن انا عايزه كمان اشتري عربيه طيب على ما تجيبي عربيه بتكلميني لو عايزه تروح اي مشاوير او تشتري اي حاجه انا عايزاك تروح عشان تكلم مراتك هكلمها حاضر يا انجي حاضر لا مش حاضر انا عايزاك ترجع لمراتك وتتكلم معاها سيف انا مش عايزاك تخسر حاضر هرجع وبعدين على فكره انا عمري ما خسرت انا طول عمري جامد جامد طب روح بقى جامد ماشي اطمن عليكي بس تعملي تشيكان وهمشي على طول طب يلا دايما بحس ان انا اعرفك من سنين غريبه تصوري انا برضو حاسس نفس الاحساس ده طب قولي انت فين مراتك فين بتعملوا ايه انا مفروض مراتي دلوقتي بتنام الولاد انا لسه واصل حالا هخش اغير هدومي وبعد كده اي هوب ان احنا نقعد نتفرج على فيلم حلو مع بعض يا عم يا عم طيب اقفل انا بقى علشان انت تعيش لا 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 ما تقلقيش هي كل مره بتقول كده تخش تنام الاولاد وبعد كده تنام جنبهم يا عيني ما هو تلاقيها مهدود حيلها طول النهار والله الست دي بتصعب عليا بيني وبينك انا برضه بتصعب عليا جدا يعني الراجل احتياجاته دايما بتبقى ماديه انما الست بيبقى عليها عيبه كبيره قوي يا عم يا بختها بيك يعني انت حضرتك عمله نادره لو في منك كام راجل كان زمان البلد دي حالها اتغير قولي لي يا هدي فكرتي تخلفي قبل كده اخلف طب انت مش شايف ان ده موضوع كبير كده المفروض لما نتقابل نبقى نقعد نتكلم فيه احنا ممكن نتقابل بكره يعني نشرب حاجه مع بعض خلاص هشوف السكادي والبتاعي الاول وبعدين نتقابل اوكي 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 يلا جميل هاف ا نايس تايم ها باي مش كفايه كده انا جيت بس علشان اكويلك قمصانك مش هو ده اللي ربطك بيا هنيلي انا محتاج لك
أنا مش محتاج أكتر منك تاخديني في حضنك بس. انت فين؟ انا بره. ايوه بره فين؟ مع اصحابي. طيب ماشي، انا لسه بفكر في موضوع بكره ده، مش عارفه اذا كنت هاجي ولا لا بصراحه. زي ما انت عايزه. اكيد زي ما انا عايزه. بقولك ايه، ما تتاخرش. اوكي اوكي. افتحي بقى. حلو السوداني. ما هو بقول لك، هو انت كنت بتحبي بابا ازاي؟ شوفي البنت قله ادبها، وانت مالك انت، ما تخليكي في حالك. والنبي يا ماما، اصل انت من ايام الجنيه القماش. قماش في عينك؟ طب والله ما انا مقشره لك السوداني، كلي بقى بقشره. الله، يعني انا هصاحب واحده ثانيه غير امي؟ مش انت امي وحبيبتي وصاحبتي وكل حاجه، بعد يعني تقولي لي على شويه حاجات كده تنفعني. وبعدين تعالي هنا، ما كانش عندكم تليفون، كنتوا بتقابلوا ازاي؟ بتشوفوا بعض ازاي؟ ابوكي ده كان ولد وكان شقي قوي. يا ودي شقي انت يا ابويا، يفضل يقول لي انا الحج وانا الحج، طلع نمره. كملي كملي. واقول لك على حاجه كمان، قولي. كان ياخدني وننزل نتمشى، يقعد يقول لي ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه القوام الغزلاني ده؟ الله، ايه الطعامه دي كلها؟ الله، كنت ببقى فوق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا ابو هيبه؟ مالك؟ ابدا يا حاج، مفيش حاجه. في حاجه يا وليه بتوجع في بطنك؟ لا ابدا ابدا. طيب ليه يا حبيبتي مش على بعض؟ لا مفيش حاجه يا عبد. طيب بابا عيني. هو انت كنت بتعاكس ماما ازاي؟ طب اوعي بقى كده، اوعي، عشان اوريكي الناس اللي زينا كانوا بيعاكسوا بعض ازاي. عايزه اشوف. بيحبوا بعض ازاي؟ شوف الرعد للمجنون. انت هتمشي ورا كلام البيت؟ ودي ايدك اقول لك حاجه. البيت يا بنتي يا جميله، يا واديه انت يا حلوه. يا ولية يا ولية انت تعرفش، خلينا نشوف عشان تتعلم. الله يا عبدو. الله، قول جماله سمعني، اتركني يا عبدو. كله في الهنكة نايز، كله يا قلبي مايز، كله يا حاج. لا يا حاج، لا لا يا حاج، لا لا لا. بنت وعيه يا بنت العالم، يا قلب مايز. لا حجبك يا حجبك. لا مش كده. شفت يا بنت؟ زفت من اوله. نعم، عايز ايه؟ اولا انا اسف على الشتيمه، ثانيا مبروك، انا وافقت على العرض بتاعكم.